سنطرح ملفا متعلقا باحد المستثمرين والمهندسين المغاربه الذي اسس شركه بمجهودات خاصه وبمجهودات علميه وتقنيه، علما انه كان من اوائل من صنع سياره في المغرب بمجهوداته الشخصيه، وهي لا زالت قيد التجربه وقيد الانشاء من اجل ترويجها فيما بعد. وشخصية استغلت في المكتب الوطني للفوسفات وأعطت الكثير الشريف للفوسفات وأعطت الكثير للبلد من موقعها العلمي المتميز. يتفاجأ بأن يجد نفسه في دوامة تشبه مافيا حاولت استيلاء على جزء من الأشغال التي يقوم بها، واستغلت القضاء من أجل تحويل نزاع تجاري إلى نزاع جنحي من أجل إرهابه ومحاولة الزج به في السجن وفي آخر المطاف الاستيلاء على مجموعة من أمواله ومن الأشياء التي اشتغل فيها ومن المعدات التي سلمها لأحد الأشخاص بأسفي بغلاف القانون، رغم أن القانون بريء مما حدث. هذا القاضي، ونقولها بكل صراحة لأننا نحن في هذا البلد يجب أن نتصف بالصراحة وبقول لكل فاسد أنت فاسد حتى إصلاح هذه البلاد وإصلاح العديد من المظاهر الشائنة. هذا القاضي عنده العديد من الأحكام التي يمكن أن نضع عليها علامة استفهام، أن كل الأشخاص، ونحن من هذا الموقع نطالب السلطة القضائية بأن تفتح تحقيقا في العديد من الأحكام ديال هذا الشخص، حيث أن الميسورين في مدينة آسفي تتحول الأحكام من 10 سنوات و20 سنة إلى البراءة، وتتحول الأحكام ديال مغتصبي الأطفال إلى البراءة، وكل من كانت لديه إمكانيات مادية لا يحاكم عند هذا الشخص. نحن نطالب بفتح تحقيق في هذا المجال، ونعتبر أن قضية السيد عبد اللطيف هي نقطة في الكأس من الظلم واللا عدالة والانتهاكات الممارسة ضد ساكنة أسفي وضد المتقاضين الذين لا يجدون الإنصاف ولا يجدون المحاكمة العادلة أمام هذا القاضي المسمى محمد فتاش. صفوف عبد اللطيف مواليد 58 بمدينة الدار البيضاء. هذا السيد هذا تعرضت لواحد جميع الخروقات في مدينة آسفي بطرف واحد الشخص اللي هو تعاملت معه معاملة تجارية، ودار واحد اللوبيات ورد لي محاكمة تجارية الملف جنحي. باش هذا السيد هذا اللي دار لي واحد الأدريسة وهمية اللي تعتقلت فيها، وحتى ملي تعتقلت ريحت في 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 الابتدائيه ريحت اكثر من 4 سنين 4 سنوات في الابتدائيه. اللي هذا الملف داز عند 6 ديال القودات، وفي الاخر تحكمات لي عليا الابتدائيه باش نرجع ليه 34 كان عاطيني 34 مليون اللي هو المبلغ الاجمالي وهو 40 مليون. اعطاني جوج شيكات اللي هو شيك فيه 20 وشيك فيه 14 هي 34 باش نرجع ليه 34، وانا اللي كنت كنسالو 6 مليون وليت انا خصني نرد ليه 6 مليون. ملي في هاد الحاله مشى الملف من الابتدائيه مشى 60 و4 شهور موقوف التنفيذ. اللي غادي نمشي من استئناف من الابتدائيه نمشي للاستئناف. والغريب في الامر وهو هاد الحكم فيه جوج ديال الملفات، الملف الاول عدم تنفيذ عقد والنصب. الابتدائية حكمات عليا بعدم تنفيذ عقد براءة وبقى لي النصب. أنا اللي بغيت نعرف شكون هو اللي مبني على الآخر، واش النصب ولا عدم تنفيذ عقد؟ أنا تنفيذ عقد، هذا العقد اللي بيني وبين هذا السيد وفيتو درت لي أمارش خدام ما عنديش معاه حتى شي مشكل، وفي الآخر كنمشيو لمحكمة الاستئناف اللي ريحنا فيها تقريبا شهر ونص، اللي كتصبح حكمات عليا المحكمة. وهذا القاضي اللي هو ما قبلش مني حتى شواهد طبية، شواهد طبية ما قبلهمش، ودار لي أسبوع ما بين أنا ناعس في السبيطار أسبوع باش نبقى أنا في السبيطار ويحكم عليا، ودخلها مداولة وحكمات عليا المحكمة ديال محكمة الاستئناف، محكمات عليا باش نعطيه
40 مليون باش يأيد المحكمة الابتدائية باش نعطيه 40 مليون ونزيدو 60 مليون إضافية. هنا كنتفاجئ، وحاجة واحدة اللي كنطلب، أنا الحمد لله عندي ثقة في العدل بأنه غادي ياخذ ليا مزرايا وغادي ياخذ ليا حقي، وكنطالب حقي ما كنطالبش حق الناس. هاد 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 الوك هاد هاد القاضي راه ما قبلش مني حتى الشواهد الطبيه، وما قبلش مني الشاهد ديالي اللي عندي شهود، وعندي وثيقه اللي كتربط بيني وبين هذاك السيد، ما بغى حتى شي حاجه، صافي حكم عليا. الاميه تناقش، كيمكن نكون امي ولكن عندي تدريب في الامور الغير القانونيه والاحتياليه، باعتبار الفكر البدوي كامل احتراماتي ما كنناقش نزيل البدو، الفكر البدوي خطير باعتبار يتعامل بسوء نية، يتعامل بالحذر، ويتعامل دائما بالحصول على حقوق الآخرين. هذا السيد هذا الذي هو المشتكي إن كان أمي هو جزء من رجال الأعمال اللي كاين حل الأكثرية، خاصة ماشي في المراكز ديال المدن الكبيرة، في المدن الصغيرة كتعرف هاد الفطريات حتى بين صباح وعشية، حتى كيطلع إما المجالس البلدية أو موقع القرار أو كيصبح رجل أعمال بالإسم، ولكن بعلاقات كيكون مدفوع من جهة معينة. وكنعرفوا هاد المرحلة هادي غير مأسوف عنها اللي ديال الدريس البصري، كيفاش أن من وراء الأحداث ديال 20 يونيو بالدار البيضاء وغيرها، كيفاش تحول المغرب، كيفاش تريف المدن، كيفاش التريف ليس فقط من أجل البدوانة بل من أجل تريفها فكريا. وهاد السيد هذا اللي بهاد الطرق هادي اللي ربا واحد الطروة على كل حال، واللي بالاضافه لذاك الشيء ديال الاستغلال ديال العمال ديال الناس وكذا، هادشي مابقاش كاين فيهم هاد الشريحه هادي، ولاو انهم كيعيشوا بحال داك الشيء ديال دار دراكيلون ديال مصاصي الدماء، ولا كيتعامل مع اي حد الا وكيستغل العلاقه ديالو. ما جدوى علاقه رجل الاعمال مثلا اللي كيدعي بحال اللي كيدعي هاد الشيء مع ناس ديال المواقع، اما في مؤسسات عسكريه او مؤسسات مدنيه او في مواقع القرار ديال السلطه او لا غيره. الهدف ديالو هو انه يحاول ما امكن ناموس في المؤسسات، كاين الناس اللي هما نزهاء، كاين الناس اللي كيوضعوا الحد لهاد الناس، ولكن كاين الناس اشخاص هذا الواقع ديال المغاربه لا في البيوت ولا في الاحياء ولا في المواقع ديال المسؤوليه، وكيحاولوا بانهم باش يوصلوا لهم بشتى الطرق وكيقلبوا المصالح ديالهم ماشي اللي من حقهم بل حتى على حساب الاخرين. هذا استغل واحد العديد ديال العلاقات، استغل موقعه بانه من الناس ديال البناء ديال المواد البناء اللي معروف بشكل كبير. الدليل هو انه واحد القصر في الساكن كبير، على كل حال الله يزيدو الا كانوا كنا بالعرق ديالو، ولكن باش ان تعيش على حساب الاخرين ودي ديال الحق ديال الاخرين هذا ما كنقبلوش، وتلقى من يحول لك الظلم الى حق والى شيء اللي هو جميل وكذا، ويتم الاتراء على حساب الاخرين، هذا ما نقبلوش. وللاسف حينما يصبح المسؤول سواء كان قضائيا او غيره في الحلبه بهذا الشكل، هذا مؤسف باعتبار بان القضاء هو مكسب للشعب، هو الملاذ الوحيد لنا كاملين، وبالتالي خاص ان مازال هذا الورش خاص فيه الخدمه، وخاص في ان الاشخاص اللي كيسيئوا ليه سواء قضاة سواء محامون سواء وكلاء سواء عدول سواء تراجمه سواء خبراء او غيرهم، خاص ان شويه الشفافيه وديال المصداقيه وديال الجديه الا بغينا البلاد ديالنا توصل لبر الامان. خاصه دور القضاء مهم في تنمية حقيقية وفي استثمارات حقيقية للمغرب، ما أحوجنا باش يكون مغرب ديال الحرية ومغرب ديال الخير ومغرب ديال جميع الناس ماشي غير الواحد في هذا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.